مطلقا كذا، وما يضم واو الأصل إذا ضمت الثانية منهما تجعلها واو، فتحت الأولى أو تكسرت أو ضمت، فالصرف يبدأون بالفتح ثم الكسر ثم الضم. مثال ذلك بعد المفتوحة أن تجمع أب أب وفاكهة وأبا، فتقول أبب أب فعل، يجمع الأفعل لفعل اسم صح عين أفعل أب كفرس، تقول أبب. لا بد من نقل حركة الباء وتصير أب ثم أوب بعد مكسورة، أن تصور من أما على مثال يصبع 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 ذلك أصبع أصبع أصبع، فتصير أؤمم أؤمم، تنقل حركة الميم الأولى إلى الهمزة فتصير أؤم، ثم تصير أوم، يكسر مطلقا وما يضم واو الأصل أخطأت، فتصير من أم على مثال يصبع على مثال أصبع أصبع أصبع، فتصير أؤمم أؤمم إئمم على الإصبع إئمم، فتصير فيها إئم ثم إيوم، ضمت بعد كسرة أو بعد ضمة، أنت تصور من أم على مثال أبلم أبلم، فتقول فيها أبلم نوع من السعف، فتقول فيها أؤمم ثم أؤم ثم أوم الأخيرة، وما يضم هو الأصل أصل. إذا كانت الثانية مضمومة قلبها وان فتح ما قبلها، مثل أن تجمع أب فتقول أب ثم أوب، أو أن تكسر الأولى وتضم الثانية، كانت صورة من معلم ذلك يصبع يصبع فتقول إيه مم، ثم تنقل حركتها إلى الهمزة فتقول إيه أم إيه أم، ثم تقول إيه أم، أو على مثال أبلم، ضمت الأولى وضمت الثانية فتصير فيها تصير أوم. هاي تسع صور، إذا فتحت الثانية فالأولى إما مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، إذا كسرت الثانية فالأولى إما مفتوحة وإما مكسورة وإما مضمومة، إذا ضمت الثانية فالأولى إما مفتوحة وإما مكسورة وإما تسع صور. هذا أنا قولي في خمس حالات صارت واو، في خمس حالات صارت واو، وفي أربع حالات صارت ياء. وما يضم واو أصل ما لم يكن لفظا أتم فذاك ياء مطلقا، هنا اجتمعتا في موضع العين، فإذا اجتمعتا في موضع اللام الأمر سهل، ياء الثانية ياء. ومثال ذلك أن تصور من أقرأ من قرأ على مثال جعفر فتقول قرأون قرأون كجعفر، اجتمعتا في موضع اللام قرأون، ياء الثانية ياء، فتقول قرأيون، تحركت الياء وانفتح ما قبلها وقلبت الياء فصارت قرأ على مثال سلمى، أو تصور من القرأ على مثال هند فتقول قل إئن قل إئن هند قل إئن هند، على مثال زبرج تصير على هند زبرج قل إئن زبرج، ثم تقول قل إئن قل إئن، ثم تقول قل إئن منقوص قل إئن قل إئن منقوص، تحذفه رفعا تقول هذه قل إئن، وتحذف جرا مرة قل إئن، وتظهر نصبا رأيت قرئيا، وتصور من على مثال برذن أولا فتحنا ما قبلها ثم كسرنا ثم ضمنا، تقول قرؤون قرؤون، ثم تقول قرؤون، ليس في اللغة العربية اسم معرب آخر هو قبلها ضمنا قلبها، تقول قرئن قرئيون قرئيون، ثم تقول قرئن كجمل، فإن كانت ساكنة جعل ياء، لو صوت من قال على مثال قمطر تقول قرائي سهل قرائي، هما قولي ذو كسر مطلقا كذا وما يضم وون أصل ما لم يكن لفظا أتم ما لم يكن لفظا أتم فذاك ياء مطلقا جاء، وأم ونحوه وجهين في ثانيهم، أم إذا قلت أما أو أن أدخلت همزة المتكلم، إن جعلت همزة المتكلم كلمة برأسها تقول أنا أم كذا، لم تجتمع الهمزتان في كلمة، همزة التكلم كلمة والهمزة الثانية فعل كلمة، تقول أنا أم كذا،
وزيد وأنا إنه لا سمح الله إنه ولك إن جعلتهما كلمة واحدة تقول أم وإن وأم ونحوه وجهين في ذلك يوم. قال السيبوي ليس في اللغة العربية ليس في لسان العرب أن تجتمع همزتان في كلمة فتصح لا يقع. وإما قولهم أئمة فهذا يقف عنده هذا القرآن لا نستطيع أن نتكلم. قال لك أن تجمع بينهما بفاصل بفاصل مثل نوع من الشجر اجتمعت همزتان لك بينهما الألف آآ